لم يوفق خالد الحنبلي في الحصول على شهادة البكالوريا. كان والده عاملا في معمل تكرير السكر قبل أن يقعده المرض، وقد نصحه بتعلم حرفة يكسب منها قوت يومه، وهكذا ولج المعهد التقني وتخصص في صناعة الأحذية. ولما لم يجد عملا قرر أن يحترف مهنة لم يكن قد خطر بباله يوما أن يحترفها، صار ماسحا للأحذية. ولكنه كان حريصا على أن يكون متميزا. لما تمكن من شراء هاتف محمول مجهز بآلة تصوير، تكشفت لدى الشاب موهبة التصوير، ولم يخطر بباله يوما أنه سيكون شاهدا على جريمة أسالت الكثير من المداد. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ماسح الأحذية، الحلقة الأولى. كثيرة هي قصص ماسحي الأحذية، وغالبا ما تحكي لنا قصة تدرج من الفقر إلى الغنى، وصعود من قاع المجتمع إلى قممه الأعلى. في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرة هي القصص التي تتحدث عن ماسح الأحذية الذي صار سياسيا مرموقا أو واحدا من كبار الأغنياء ذوي النفوذ. في كل القصص يرد التدرج من أسفل، ماسح الأحذية الذي ينزل بهامته لينظف أحذية الآخرين، إلى أعلى، إلى كل ما هو فوق مستوى انحناءة ماسح الأحذية. قصتنا تبدأ في حي كارير سنترال الشهير بالدار البيضاء. كان فيما مضى أكبر وأقدم تجمع سكني صفيحي في المغرب. في هذا الحي الذي ارتبط بمقاومة الاستعمار ولد في ربيع العام 75-900 خالد الحنبلي. كان والده عاملا في معمل تكرير السكر، بينما كانت والدته ربة بيت. كان الولد الوحيد لهذين الزوجين اللذين ينحدران من تافيلالت. كان حلم والد خالد أن يمكنه من مواصلة الدراسة حتى المستويات الأعلى، وقد تمكن الشاب من بلوغ مستوى البكالوريا، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة. كان المرض قد أقعد والده عن العمل، ومن فراش مرضه نصحه بولوج التكوين المهني علّه يظفر بحرفة. عمل بنصيحة والده والتحق بشعبة صناعة الأحذية العصرية. كانت المهنة تعرف نوعا من الازدهار بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها الحذاء المغربي في الخارج. بعد 3 أعوام حصل خالد الحنبلي على دبلوم تقني متخصص في صناعة الأحذية، ولكنه لم يتمكن من الحصول على عمل. نحن الآن في العام 97-900. خالد يبلغ من العمر 22 عاما. توفي والده منذ عام تقريبا، ولم يعد لأسرته من معيل. لما يأس من العثور على عمل يوفر له دخلا قارا، توجه إلى حرفة لم يخطر بباله يوما أن يتعاطاها. تدبر أمره وصنع لنفسه صندوقا وضع به بضع علب من صباغة الأحذية وفرشاة. قرر أن يصير ماسح أحذية. لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لشاب نال حظا من التعليم ومن التكوين أيضا، ولكنه قرر أن يكون ماسح أحذية يختلف عن باقي ماسحي الأحذية. منذ الأيام الأولى لمس خالد أن تلك المهنة التي يعتبرها كثيرون دونية مكنته من دخل يومي يتيح له توفير بعض ما يحتاج إليه. قرر أن يكون مختلفا عن باقي ماسحي الأحذية، ولذلك كان حريصا على نظافة مظهره ولباقة حديثه. كان ينتقي عباراته بدقة
وهو يخاطب زبناءه. اتخذ خالد موطنا للعمل رصيف البريد الكبير، واحيانا كان يقف بجوار بنك المغرب، وسرعان ما تعود عليه الموظفون ومنهم الموظفون رفيع المستوى الذين دأبوا على التوقف عنده لتلميع احذيتهم قبل ان يلتحقوا بعملهم. مضت 7 أعوام، تحسنت احوال صاحبنا خالد الذي اشترى دراجة نارية، ظل حريصا على اناقته، وقد تعود باعة الصحف وايضا عمال النظافة على رؤيته وهو يصل الى جوار البريد الكبير او بنك المغرب. اشترى هاتفا نقالا مجهزا بآلة تصوير، وكان في اوقات الفراغ حين يكون في انتظار وصول الزبناء يزاول ما بدا هواية كانت كامنة بداخله. كان يعشق التصوير، كان يحب تصوير السيارات الفخمة، ثم صار موضوعه تصوير الأحذية، ثم صار يصور الوجوه التي تعبر من أمامه، وجوه في زحمة شارع الدار البيضاء وأخرى تأتي من أنحاء المغرب كافة. مع مرور الوقت صار لديه كم هائل من الصور الذين يعبرون من أمام البريد المركزي في الدار البيضاء أو من الرصيف المحاذي لبنك المغرب. لم يكن لهم أن ينتبهوا إلى ما كان يقوم به ماسح الأحذية. ذات مرة لاحظ توقف سيارة فارهة سوداء اللون ألمانية الصنع أمام بنك المغرب، وبما أنه يعشق إلى حد الجنون تصوير السيارات الفارهة فقد صورها. لاحظ أن رجلين أنيقي المظهر نزلا من السيارة ثم وقفا أمام مدخل بنك المغرب، تردد ثم في غفلة منهما صورهما. في اليوم التالي لاحظ خالد ماسح الأحذية أن السيارة السوداء عادت لتقف أمام مدخل بنك المغرب. كان شبه موقن بأنها السيارة ذاتها التي كانت متوقفة هناك أمس، ولكن الذي أثار انتباهه أنها لا تحمل الألواح المعدنية ذاتها. عاد إلى هاتفه المحمول واستخرج الصورة التي التقطها بالأمس. كانت السيارة تحمل لوحة معدنية مختلفة، وكما حدث بالأمس فقد نزل رجلان من السيارة ووقفا بمدخل بنك المغرب بينما لم يغادر السائق كرسيه. كان خالد ماسح الأحذية يقف في مكان قريب لم يثر انتباه الرجلين. بدا لهما وكأنه يلهو بلعبة في هاتفه النقال، وما أن لمس منهما غفلة حتى صورهما. في تلك اللحظة فتح باب بنك المغرب وخرج منه رجل أصلع قصير القامة، كان يحمل حقيبة سوداء. رأى خالد الرجلين وقد أسرع إلى وضع غطاء أسود شفاف على رأسهما ووجهيهما. تقدم أحدهما نحو الرجل ورش عليه غازا من قنينة بخاخة، في لمح البصر سقط الرجل مغشيا عليه. كان خالد يتابع ما يجري وهو يصور بهاتفه النقال. استولى الرجلان على الحقيبة ثم أسرع إلى السيارة الفارهة، ركب وانطلقت السيارة مسرعة، اختفت وظل الرجل الأصلع ملقا على الرصيف. كان أحد الرجلين اللذين هاجماه قد تخلص من قناعه قبل أن يركب السيارة. أخذ خالد القناع ووضعه في كيس بلاستيكي. كانت الساعة تقترب من 11 صباحا. بدأ المرة والفضوليون يتحلقون حول الرجل الواقع أرضا. جاء أحدهم مسرعا شق لنفسه طريقا وسط المتحلقين حتى وصل إلى الرجل. بدا وقد صدم لهول ما حدث. علمت الشرطة أنه سائق شركة البناء وأنه كان يبحث عن مكان يركن فيه السيارة للالتحاق بصاحبه. لم تتأخر الشرطة في الوصول. كان ماسح الأحذية يتابع كل التطورات. علمت الشرطة أن الرجل الذي تعرض للاعتداء هو عبد العاطي الأسمر، ويعمل محاسبا في إحدى شركات البناء التي أوكلت إليها وزارة التجهيز بناء سد بالمحمدية. كان الرجل قد استلم من بنك المغرب مبلغا يقارب 3 ملايين درهم هي أجور موظفي ومستخدمي الشركة. نقل الرجل في غيبوبة إلى المستشفى. تقاطر على بنك المغرب متداخلون كثيرون، مسؤولون من ولاية الدار البيضاء الكبرى
والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووالي الأمن وفريق من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بدأت التحريات. لم يجد الباحثون أي دليل على مسرح الجريمة، وبعد الاستماع إلى سائق الشركة العقارية توجهوا إلى موظف صندوق بنك المغرب الذي أكد أن المحاسب عبد العاطي الأسمر كان متعودا على سحب مبالغ مالية هامة من شباك بنك المغرب وأنه لم يتعرض لأي مشكلة من قبل. علم الباحثون من السائق أن السيد عبد العاطي بعد أن سحب 3 ملايين درهم كان سيسافر إلى مراكش حيث سيدفع لموظفين للشركة أجورهم. وجد الباحثون أنفسهم في مواجهة شح في المعلومات التي قد تتيح الوصول إلى الذين هاجموا عبد العاطي الأسمر واستولوا على حقيبته التي تحمل فضلا عن 3 ملايين درهم وثائق إدارية هامة للشركة التي يعمل بها. لم يكترث أي من الباحثين إلى وجود ماسح الأحذية. كان خالد ينتظر أن يسأل فيجيب بما يعلم، وبما أن أي أحد لم يقترب منه فقد لاذ بالصمت. في لحظة ما اتخذها تسلية، قال في نفسه لما لا يختبر مدى قدرة الباحثين في الوصول إلى الجنة. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية.